شغالة؟ يلا. الشاب الأردني بس يعصب، شو بيحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا في شيء قدام جوز شف. البنات؟ حل عني، مش طايقة حالي. بس خلص تركوني، ما بدي أعمل إشي. بالضبط. يا الله منها، يا الله. خد زي ما حكيت لي عنها هي، وهي طلعت نفس الإشي ولا بتتغير. اطلع من راسي، فكنا منك. والله أنا جاي من القدس. بعرفش مين شو الكلمات اللي بيحكوها عندكم. ما حدا عصب؟ ما شفت الأردني؟ هلا جيت من بعدين مع هالقصة يا خال. اوف عليك شغلة يا خال. حل عني. اكلت راسي. البنت؟ لا البنت ما عنديش، يمكن جننتني، زهقتني. حل عني، ابعد عني، زي هيك شغلات. طيب انت شو مالك يا زلمة؟ يا زلمة جننتني، هبلتني اليوم. هو انت مالك؟ مالك يا زلمة؟ بدي أسألك عن كريمات. بدي أسألك عن كريمات باللهجة الأردنية، واحكي لي إذا أنت عارف معناها. يعني كلمة حثيمة إيش بتعلق في اللبن؟ حثيمة القلبة، اللي هي أول حليب الماعز لما تولد. حثيمة؟ إن نحيفة أسمينة. برافو. لا صح؟ لا. كنت بدي أحكي الحليب بس خفت يكون غلط. ليه؟ أحسن من النحيفة اللي حكيتي لي إياها. حثيمة هي تحت اللبن، هاي آخر حثيمة. هاي إحنا في إلها مسمى ثاني اللي هي قلبة. حثيمة وقلبة. الحثيمة اللي هي أول ما تولد الغنم أو النعجة أو الكذا، فأول حلبة يكون الحثيم. أكمش. أكمش ألقط. أمسك. أمسك. أمسك ألقط. أمسك. أكمش أمسك. النجر. النجر. إنه تقطيع. تقطيع. أو دق. طبعا في ورانا واحد عم بيعمل له هيك، فهو مفكر إنه تقطيع، هو مش تقطيع. دق أو زيك يعني أشياء. قربت ها. نشر زيك. قريبة من دق. النجر اللي هو الهاون. طب شو يعني أنت فقاية؟ ايش يعني كلمة فقاية؟ حط لي اياها بجملة. حاول احضر. جيب يا بنت الفقاية. جيب يا بنت، يعني يكون عندنا ضيوف، جيب الفقاية. ضيافة. قهوة. فواكه. ثيمة يعني كمخة ولا ايش؟ يعني مهبولة. لا. لا. اكمش. امسك. شن كلمة النجر؟ بعرفش. اقطع او اشي؟ لا. شنو حثيمة؟ شو؟ حثيمة. حثيمة؟ حثيمة مرتش علي. حثيمة. حثيمة. حثيمة إلها شو حثيمة؟ النجر؟ النجر أول مرة بسمع فيه. النجر ما عمري مرق علي. أبدا. لا. طيب اكمش. اكمش امسك. ايوه اكمش. امسك. حثيمة. حثيمة القلبة، تبع الحليب القلبة هذا، تبع اول ما تولد ال صح. هذا الحثيمة. برافو. حثيمة؟ ما مرقت علي. لا حثيمة لا، ما مرقت علي. طب النجر. نجر؟ نجر يعني لها عدة معاني بتخص النجر، اخذ الكمية كبير، تقطع اشي. لا. هيك انه بتنجر نجر مثلا، احنا بنحكيها مثلا. لا. نجر من جاره يعني.